كل ما افتح مسلسل الاقي النجم عمر زهران، النجم عمر زهران، بقيت مش عارفه يعني افتح مسلسل ايه ولا اعمل ايه. خلينا نقول تاتش وود الاول، ما شاء الله اربع مسلسلات في رمضان. يا رب بس نكون ضيوف خفاف على المشاهدين، يعني خفاف وموهوبين وكل حاجه. وبعدين انا عايزه ابدا الاول ايه من حق عرب وعرب السويركي والسوشيال ميديا. عايزه اقول لك بقى ان الماستر سيم بتاعك وانت بتعذبه الناس كلها بقى، لا يا عرب خد حقك خد حقك. ايه اللي عملته في احمد العوضي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لكم على حاجه. انا مندهش من جزئيه ما كنتش دارسها بالشكل ده قوي، اول مره المسها بشكل قريب قوي. فكره توحد الناس مع عمل فني وتلفزيوني لدرجه اولا يعني بسم الله ما شاء الله مغضوض من شعبيه العوضي، مش مجرد شعبيه نجم، لا 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 لا، هم عاشقين العوضي، حابينه جدا 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 بشكل نموذج البطل الشعبي اللي هو مش معتمد على فكرة البلطجة وإنه يكسر قواعد وقوانين الناس اعتادوا عليها، لا 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 لا، هو قدم البطل الشعبي بشكل مختلف، ابن البلد ابن البلد من اللي الناس. هو بيرسي قواعد الأصول بتاعت الحارة المصرية. الناس اتضايقت منك بقى لما شافت ما أقولكش يعني بقى. خايف أساسا يعني الأمن عندي بيقول لي في العمارة في ناس جاية تسأل، قلت له ما تطلعش، اوعى تطلع لي. والله العظيم. وبعدين بقى يعني تجاوزات في الخاص صعبة وصفها إيه؟ يعني إيه لك رسائل انك انت لو ما شلتش ايدك على العوضي احنا هنعرف ناخد حقه بشكل مبالغ فيه بطريقة مش ممكن تصوروها. ناهيك بقى عن بعض شخصيات يعني تقيلة بيكلموني يقول لي ارجوك قول لنا انت ناوي على ايه وهتعمل فيه ايه. نسيوا خالص ان ده عمل فني وانه مبني على جزء من الخيال. انا قادر اقبل الرسائل اللي تجيلك، قادر اقبل ردود فعل الناس والناس تهاجمك كده، لكن مش انه حد يجيلك للبيت ويقولك عايز اطلع لك وبتاع. لا، هو الفن بالفعل سلاح في منتهى الخطوره، بامكانك ان انت تاثر بيه في الناس بشكل مزبوط. عظيم للغايه. ده اللي انا درس اللي طلعت بيه من المسلسل ده. لا طبعا. وعايز اقول لك بقى ان في ست كده ربنا يديها الصحه، ست حاجه كده عوضي عامل شير للبوست، قالت له ما تسيبش حقك وما ينفعش يعمل فيك كده، ويا عرب خد حقك عشان خاطري، وبتعيط. الله والله يا حاجه عشان خاطرك لا خد حقي. انا النهارده كان معايا ناس اصدقاء ليا بنفطر، وريت لهم مجموعه رسائل واحنا قاعدين نفطر، منهم حد بيقول لي انا هنتهز فرصه ليله القدر وهدعي عليك وهصلي. اقسم بالله بس دي شطاره يا جماعه، وانا مالي طيب ونجاح، لانه يعني المشهد فعلا كان فيه تعذيب رهيب من بدايه دخلتك وهو بيقول لك انا، وانت قلت له انا هعمل فيك وهسوي فيك وانت دلوقتي تحت ايدي وكذا. الناس صدقت حقيقي المشهد. انا عايز اقول على حاجه يا جماعه احقاقا للحق، اتفضل. العمل الفني مش مجرد شخص لوحده بيقدم حاجه وينجح، صدقوني اكتمال مجموعه عناصر، في مخرج عظيم وجيد قادر يعني الفنان الاستاذ اسماعيل فاروق من سنين طويله قوي، وكان كل ما يقعد معايا او قابلني يقول لي عمر انا نفسي اطلعك قوي شرير. اقول له اشمعنى انت؟ يقول لي مش عارف ليه انا عايز اطلعك شرير. ده من سنين. لما جت الفرصه تشوفي اسماعيل قبل المشهد ازاي بنعمل الاداء اكتر من 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 شكل للاداء، واسجل له الرساله على الواتس وابعتها له ويقول لي لا كده الدنيا هاديه قوي، انا عايز نرفع اعلى من ده. في مؤلف عامل حوار عظيم جدا. في احمد العوضي الحقيقه يعني انا بلاقيها فرصه جداً. يعني احنا الاثنين واحنا مع بعض في اللوكيشن كنا حريصين كل الحرص على فكره انه ما يبقاش في جو بيننا كلام وكده اثناء الاستوبات واثناء علشان يعني يطلع المشهد حقيقي. كانت نظراتنا حتى لبعض طوال الوقت فيها حديه شديده جدا جدا. حتى لما المشهد بيعمل ستوب واحنا واقفين ما فيش اللي هو احنا دلوقتي في ستوب، في تغيير اضاءه، في حاجه، لا 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 لا، كنا طول الوقت احنا الاثنين واخدين موقف من بعض عشان يطلع المشهد طول تصويرنا مع بعض، واحنا ما فيش مش عاملين اي محاولات لان احنا نقعد نتكلم نرغي حاجات كده يعني. بس اضافه لكلام حضرتك طبعا اكيد الاخراج عليه عامل كبير، اكيد المؤلف عليه عامل كبير، ولكن برضو التمثيل عليه عامل اكبر، لان في الاخر كل ده بيصب في الممثل. فحضرتك من بدايه دخلتك صراحه انا اترعبت على العرب ومصر كلها اترعبت على العرب. احنا معانا على التليفون يعني مايسترو العمل الاستاذ المخرج المحترم اسماعيل فاروق. اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. اهلا بيك يا استاذه مروه. اهلا بيك. ومسلسل حق عرب مكسر الدنيا
ألف مبروك. ويعني أحمد العوضي يمكن دي أول بطولة لي ونجح فيها جدا، ويمكن جماهيريته زادت وزادت كمان، وأكيد الفضل يرجع طبعا لموهبته ولحضرتك أكيد. الحمد لله والشكر لله، هو راجل نجم عظيم وعمل الدور على أكمل وجه الصراحة. يعني كلمنا بقى عن كواليس المشهد ده، يعني المشهد بتاع التعذيب ده مشهد خطير، وزي ما سامعين دلوقتي من الأستاذ عمر زهران إنه يعني جات له تهديدات كمان بسبب المشهد ده وبسبب مشهد التعذيب. أنا عايز أرحب بالأستاذ عمر زهران. طبعا تسلم لي يا أستاذنا، أستاذ عظيم جدا، ربنا يخليك. يا جماعة أستاذ عمر زهران أستاذنا كلنا. العفو يا أستاذ. طبعا والله العفو. طبعا في الأول وفي الآخر مخرج عظيم أساسا يعني. أكيد. ربنا يخليك، ربنا يخليك. أستاذنا من زمن الزمن يعني، وأنا تشرفت بوجوده معايا في المسلسل. ربنا يخليك يا استاذ. اكتشفت في استاذ عمر طاقه عظيمه جدا جدا في التمثيل، ممثل خطير جدا يا جماعه. لا هو واضح الصراحه يا استاذ اسماعيل، احنا شفنا كم شر في المشهد، احنا خايفين واحنا قاعدين، واحنا اتفاجئنا بموضوع الشر يعني. والله مش عايزين نعمل. لا بس انا والله لسه بقول لهم يا استاذ يعني انه قد ايه انت كنت عندك قدره الحقيقه على شحني بمفردات الأداء نفسها، بتفاصيل الشخصية، حتى الملابس، يعني كان لي رأي في اللبس نفسه ازاي ممكن يكون الأداء، اختار يعني أكتر من أداء أنا اديته، فهو اختار حاجة وقال لي علي أكتر في منطقة. لا 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 أستاذ إسماعيل الحقيقة حد عظيم، وأنا سعدت بجد حقيقي. وللأمانة أنا يعني كتبت له رسالة قلت له ان انت يعني كتبت لي شهاده ميلاد جديده في اداء من اعظم الرسائل اللي جات لي والله يا استاذ عمر، واصدقهم احساسا. ربنا يخليك. وسعدتني جدا جدا بالرساله العظيمه اللي انت وعدتها لي. تسلم يا استاذ. وانا لما دخلت واشتغلنا مع بعض حسيت ان في طاقات موجوده لسه ما طلعتش. الله يعني ربنا يخليك. والله طاقات مرعبه في التمثيل، واستاذ عمر زهران طاقة قوية جدا في التمثيل، موهبة عظيمة جدا في التمثيل. يعني اي حد في مصر يتمنى ان هو يستفيد من الطاقات دي. تسلم يا استاذ. أكيد. بس انا كمان استاذ اسماعيل كنت لسه بحكي للشباب بقول لهم ان انت من سنين لما قابلتني اكتر من مرة تقول لي انا شايفك في الشر، انا نفسي قوي ان انت تقدم دور شرير. انا كنت لسه عايزه اساله يعني استاذ اسماعيل، هو اصلا وشه طيب جدا، ويمكن بعض الادوار اللي كان بيقوم بيها برضو كان طيب وكان حنين وكذا، بس انت طلعت الشر اللي جواه كده ازاي؟ ما هي دي عظمه الممثل بقى. صح. الله. لا يا عظمه المخرج. عظمه عندما يجتمع الدنيا. عندما يجتمع المخرج العظيم مع الممثل العظيم. صح كده. بص يا استاذه مروه، دلوقتي انت لو عندك ارض مش صالحة للزراعة مهما عملتي فيها عمرها ما هتطرح طرح. بالظبط. مظبوط. صح مظبوط. لكن لما تبقى الأرض خصبة جدا، كل ما هتزرعي فيها كل ما هتديكي محصول حلو وناضج ويفرح. الله. هو ده الممثل اللي عنده موهبة وعنده طاقات وعنده حاجات كامنة جوه الأرض بتاعته. صح. اللي بيدخل المخرج يبتدي يألف في الأرض ويزرع ويطلع بقى من المخزون. صح. دور محترم. فالأستاذ عمر الأرض خصبة جدا ومليانة بالخير جوه، وما على المخرج غير إن هو يألف ويزرع ويزرع كويس علشان تطلع يطلع الدور وتطلع الموهبة ويطلع كل حاجة. لكن لو الأرض دي مش صالحة، عمر ما المخرج لما يقعد للسنه الجايه مش عارف يطلع حاجه. طبعا ملهاش علاقه. لازم الممثل يبقى عنده كل حاجه موجوده، وعشان المخرج يخش يفتش عنها بنفسه. أكيد. ده اللي موجود عند استاذ عمر. الف مبروك يا استاذ اسماعيل على المسلسل القوي ده، ويعني كنت انا نفسي استاذ اسماعيل يكون هو اللي معانا بيتكلم. عايزه مش عارف اشبع من كلامه. لا اصل كلام حضرتك يعني صح جدا ومحترم جدا وحقيقي جدا جدا، انه فعلا لو الممثل ما عندوش المخرج طبعا اكيد عليه عامل كبير، ولكن الممثل لو ما عندوش الموهبه والطاقه دي مش هيطلع بالمشهد الشرير قوي ده. انا عايز اعرف الكواليس بقى بتاعت المشهد وتحضير المشهد كان عامل ازاي عشان يطلع بالشر ده، والتفاصيل والسيجار، ويعني كان في تفاصيل كتير كل ده الاستاذ اسماعيل طبعا. يعني بصي احنا ما خدناش كتير انا واستاذ عمر في الموضوع مع بعض. هو راجل راقي جدا جدا
ومستمع جيد جدا للمخرج، وبيعي جدا فكره ان في فيجن للمخرج لان هو اساسه مخرج، تمام؟ فهو يعي جدا هذه الفكره، فكره المخرج عنده فيجن، وطالما المخرج بدا يطلع فيجن للممثل وبدا الممثل يتوحد مع المخرج بافكاره ووجهه نظره، فبتلاقي الموضوع راح في حته ثانيه. فهو الاستاذ عمر احنا ما خدناش كتير مع بعض في رسم الدور ولا الكاركتر ولا اللبس ولا الشخصيه ولا الاداء، وبدات الشخصيه تنضج واحده واحده على مدار المشاهد لحد ما طلع المشهد العظيم اللي حصل قدامكم ده، لان المشهد العظيم ده ناتج عن مجموعه مشاهد حصلت قبل كده ادت الى تكوين هذا الكاركتر. ألف مبروك يا أستاذ إسماعيل على المسلسل كله، ومسلسل ناجح وما شاء الله نسب مشاهدة عالية جدا. وعايز أسألك، يعني كنت متوقع النجاح الكبير ده للمسلسل؟ بص، أنت كل ما هتجتهد وبتسيب الخير كله يجي من عند ربنا. صح، ألف مبروك. إحنا بنجتهد، وده دورنا إن إحنا نجتهد. فكرة النجاح وعدم النجاح دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل مجتهد النصيب. طبعا. فاحنا اجتهدنا على مدار 6 شهور ان احنا نطلع هذا العمل. كل الكرو، مش اسماعيل فاروق لوحده، كل الناس، يعني كل الكرو اللي ورا الكاميرا اجتهد، كل الممثلين اللي قدام الكاميرا اجتهدوا وطلعوا كل ما عندهم، ما حدش توانى لحظه ان هو يطلع حاجه جواه يطلعها قدام الكاميرا. كان كل الناس مجتهده جدا، كل الناس كانت مطيعه جدا، وكله ماشي على لاين، عارفين ان المخرج شايف المسلسل ده بصوره عامله ازاي، فكله ماشي معايا بنفس الاتجاه. ما شفتش اي حاجه مشاكل من حد، او حد حاول ان هو يخرج عن السياق، من اول احمد العوضي نجم المسلسل لحد اصغر واحد كان بيمثل في المسلسل. كلمه حق يا استاذ اسماعيل، انت مخرج كبير ومخرج عظيم، وانا متابع اعمالك كلها، ويعني دي اقل حاجه عندك، وان العمل ينجح ده كان شيء متوقع، وبنشكرك وان شاء الله تنورنا هنا بقى في القاهره اليوم عشان نتكلم اكتر بقى. نحمد ربنا ونشكره على كل حاجه اتعملت لنا حلوه. كل سنه وحضرتك طيب، والف مبروك. الف مبروك يا استاذ، وانتم طيبين. مبروك علينا كلنا، ومبروك عليك يا استاذ عمر. تسلم لي يا استاذ، على المداخله دي، وان انا كنت موجود معاكم النهارده. شكرا ليك انت يا استاذ اسماعيل، شكرا ليك. ربنا يخليك يا فندم. الكلام الحلو ده. زوروا موقعنا alphatv.com، تابع برامجك المفضله واحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الان او اتصل على الارقام التاليه. الفا، قنوات الاسره العربيه.